السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف في برنامج المايكرو ستيشن او برنامج اوبن بيلدينج ديزاينر اللي هي برامج بنتلي، ازاي ان انا اقدر اشتغل على تحديث سيلكت. ممكن اجي هنا واقول له مثلا انا عايز اشتغل روتيت وابدا اعمل روتيت للعنصر اللي انا عايزها، او ادوس هنا واقول له ان انا عايز اشتغل على التوب فيو. طيب خلينا نرسم مثلا وول، فبيبدا يديني خصائص الوول اهيت. طيب هقول له هنا سيلكت، ابدا اعمل سيلكت على الحاجة اللي انا عايزها، مثلا الحتتين دول وهكذا. طبعا لما بعلم من اليمين للشمال مجرد نعمل سيلكت على الحاجة تيجي معايا، انما من الشمال لليمين لازم كلها تبقى موجودة في المربع اللي انا برسمه بالشكل دوت. لو دوست رايت كليك، اقف شوية كده ودوست رايت كليك، هيبدأ يديني قايمة اقدر اختار منها، اقول له سيلكت اول فيبدأ يختار كل حاجة، او لو انا مش عايز اعمل سيلكت على حاجة خالص هدوس رايت كليك شوية واقول له سيلكت نان فيلغي السيلكت. سيلكت بريفرنس بيبدأ يعمل سيلكت على اخر حاجة انا كنت اعمل لها سيلكت، وبعد كده تقدر تعدل في الشكل اللي انت عايزه بسهولة.